السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة يربح من الإنترنت. أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجع ضغط تعزير الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنشرح مجموعة من الأوردروبات المهمة. أول أوردروب فيهم خاص بعملة دوز. الأوردروب بيدينا 25 من العمرة، سعرهم 25 دولار. التسجيل فيه سهل، أنت تخش بالإيميل وبعد كده هو بيحولك على الصفحة دي. أول طلب بيطلبه منك رقم المحفظة، وبعد كده بتنزل تحت هنا بتلاقي المهام بتاعتك بتسجل فيها، لو انت بتعمل فولو صفحتهم على الفيسبوك وبتشارك في جروب تليجرام وبتيجي هنا تشارك في التويتر. وطبعا لو عملت فيديو للموقع او الايردروب ده بتحطه هنا وتدوس صامت فيديو لينك. ايردروب سهل مفيهوش اي مشاكل، وياريت كلنا نستغل الفرصة فيه. نيجي للايردروب اللي بعده. الايردروب ده مهم جدا برضو، ده اسمه كوفير كوين. الايردروب ده بيدينا نص من العملة بتساوي 25 دولار. يعني هو الايردروب او موقع العمله بيقول ان العمله بتاعتهم هتساوي 50 دولار، هو بيدينا نص بونص عند التسجيل. انت بتعملش اي حاجه، مجرد بتسجل بالايميل والباسورد، بعد كده هو بيديك نص من العمله. اول ما بتفتح ويفعل بيتظهر هنا معاك سعرهم 25 دولار. بعد كده الجميل فيه برضو ان هو الاحالات فيه على مستويين. اول مستوى ان هو بيديك 0.3، يعني تقريبا حوالي 15، نقول 15 دولار من العمله. وبعد كده 0.2، يعني 10 دولار من العملة. نيجي مثلا في حاجة مهمة كنت عايز اوضحها لكم. نيجي هنا في وايلد سيرفيس. المفروض ان انت عشان تسحب العملة وقتي، يعني انت ممكن تسحبها دلوقتي، انت تنزل المحفظة بتاعتهم سواء على الويندوز او على لينكس او على الايفون بتاعك. وبعد كده بعد ما بتنزلها بتنسخ رابط المحفظة وتحطه هنا وتدوس سبميت، يبعت لك العملة على طول. بس انا بالنسبه لي انا مش مستعجل دلوقتي، انا هصبر شويه لغايه العمله هي قربت تنزل على منصه من المنصات. اول ما تنزل بدل ما احط رابط المحفظه اللي انزلها عندي، لا انا هحط رابط المحفظه بتاع المنصه واجي هنا ادوس صمت ابعت العمله على طول ايه للمنصه ونبيعها. اردروب سهل وجميل وريت كلنا نستغله. نيجي للاردروب اللي بعده. اردروب خاص بعمله اس ام. الاردروب طريقه تسجيل فيه اوضحها لكم كده مع بعض عشان ممكن يبقى فيها تركه لبعض الناس. اول ما تيجي تسجل بيفتح معاك على الصفحه دي بالشكل ده. بتيجي هنا اول حاجه تحط الايميل والباسورد بتاعك بتكرره مرتين، بعد كده بتختار الدوله وبتيجي هنا تحط رقم التليفون بتاعك، تمام. وبعد كده بتدوس سند، تجيلك رساله فيها كود، بتحط الكود ده هنا اهو. اللي بتلاقي هنا في ارقام وحروف بتسيبها، ده رابط الاحاله او كود الاحاله بتسيبه زي ما هو. وبتيجي هنا تعلق علامه الصح وتدوس رجاي فيفري. كده انت سجلت في الموقع. وبعد كده تعمل تسجيل دخول. الاير دروب بيديك 6000 من العملة بتاعته، وعن كل احالة 3000 من العملة. تيجي انت تسجلت بعد ما تسجيل الدخول، تيجي هنا على ماي انفو، ولو اللغة فيها مشكلة معاك نرجع تاني كده ثانية واحدة اوريكم. هو اول ما يفتح معاك يبقى فاتح معاك بالكوري، اللغة الكورية. الاير دروب ده كوري على العموم. هتيجي هنا هتغير اللغة من الكوري للانجليزي، وبعد كده تكمل عادي. وبعد كده نخش هنا ماي انفو تاني. دي بياناتك ودرجة الاحالة بتاعك عشان تروج له. الاير دروب صادق، انا في حد سجل معايا امبارح وضاف لي رصيد، يعني كان معايا 6000 بقوا 9000، هم ظاهرين معايا هنا اهو. نيجي للاير دروب اللي بعده. ده اير دروب العملة بتاعته موجودة على الكوين ماركت كاب. تعالى كده نجرب مع بعض نكشف عليها. اهي ظاهرة معانا اهو. سعر العملة دلوقتي 1 سنت وفي ارتفاع، يعني هي كانت اقل من كده وفي ارتفاع، تمام. الاير دروب بيدينا 750 من العمله، وعن كل احاله بيديك 100 من العمله. الاير دروب التسجيل فيه سهل، مجرد انت بتسجل بالميل وتفعل خلاص كده انت سجلت في الاير دروب ده، تمام. نيجي الاير دروب اللي بعده. الاير دروب خاص بعمله اسمها باك امكس، او الاختصار بتاعها الرمز بتاعها بيكس. الاير دروب بيدينا 50 من العمله و100 لكل احاله، تمام. وفي مسابقه بعيدا عن الاير دروب بيقول لك لاعلى احالات هياخد عربيه اودي A6. التسجيل فيه سهل، مجرد انت بتسجل بالميل وتفعل باسورد ما فيهوش اي مشكله.
نفتح مع بعض كده الدروب. الدروب انت مجرد ما بتسجل فيه بيظهر معاك بالشكل ده، ما فيهوش اي مهام او فيهوش اي حاجه، تيجي بس تاخد رابط الاحاله بتاعك وتروج له تمام. وظهر هنا الرصيد بتاعي، الرصيد بتاعي كان 50، حد سجل عن طريقي، ظهر هنا اهو في حد مسجل رقم الحالات، اداني 100 من العملة. نيجي الايردروب اللي بعده، الايردروب اهو ده ايردروب على البوت تليجرام. اول ما بيفتح معاك، بيفتح معاك بالشكل ده في المكان اللي فوق، بتيجي هنا بيديك الرسالة دي، شايف الرسالة دي بيقول لك ايه، بيفور كان ستارت بليز كومبليز كاباتشا، تاخد دي كده وتفتحها هنا على اي متصفح عندك، تحل الكابتشا عشان يكمل معاك. مجرد ما بتحل الكابتشا هنا تلاقيه فاتح المقام معاك تحت، تيجي اول طلب يطلب منك الايميل بتاعك، تدخله الايميل زي انا مدخل هنا كده، وبعد كده تقعد تنفذ المهام دي ورا بعض. اول حاجه تشترك في جروب تليجرام، تشترك وترجع، وبعد كده بيقول لك اعمل فولو للصفحه بتاعتهم على تويتر وريتويت. ريتويت عادي، اقول لكم هو الريتويت العادي ده ازاي. تيجي بتدوس لايك وتدوس هنا بس كده، يعني زي ايه، هنعمل حاجه ريتويت عادي، دوس هنا كده وريتويت من غير ما تكتب اي حاجه هنا فوق تمام. وبعد كده ترجع تاني لاير دروب، نشوف المهمه اللي بعديها، بقول لك اعمل فولو للصفحه بتاعتهم وريبوست الاول ايه بوست موجود في الصفحه بتاعت الفيسبوك. تيجي هنا تعمل فولو للصفحة، بتتابعها. ثانية، لا ده مش الصفحة بتاعتي، ثانية واحدة. هتيجي تعمل لايك للصفحة بتاعتهم وفولو، وبعد كده نيجي على أول بوست، هتعمل لايك وتيجي هنا على كلمة شير تقول له شير ناو تمام. بعد ما تخلص نرجع تاني اير دروب، نيجي المهمة اللي بعديها انستجرام، بقول لك اعمل فولو ليهم الصفحة بتاعتهم على انستجرام. بكده انت خلصت المهام، هتيجي خلصت كده تمام، هتيجي هنا على كلمه كل مهمه فيهم عشان تضيف المهام بتاعتي، هتدوس على تويتر تاسك، يظهر معاك هنا المهمه بتاعه تويتر هيطلبها منك تاني، وتدخله اليوزر بروفايل اليوزر بتاعك على موقع ايه تويتر. تروح كده الموقع تويتر، تنسخ هنا كده لينك البروفايل بتاعك وترجع هنا تحطه له زي ما انا عاملها هنا كده، يبقى انت خلصت كده مهمة تويتر. وبعد كده هيجيب لك كلمة دن، بتدوس دن، وبعد كده تدوس هنا على المهام بتاعت فيسبوك عشان تضيف له المهمة. هيطلب منك اليوزر بتاعك او لينك البروفايل بتاعك بتاع الفيسبوك، تحط اللينك وبعد كده تدوس دن، يبقى خلصت. اللي بعده تيجي هنا انستجرام، هيطلب منك اليوزر بتاعك بتاع الانستجرام او البروفايل كامل، يعني تخش على الصفحه بتاعتك بتاعت الانستجرام وتنسخ اللينك كامل بتاع البروفايل وتحطه له هنا زي ما حطه كده تمام، وتدوس دن. بعد كده بيطلب منك انت تيجي هنا، انا اسف، بتدوس على كلمه سيت ايثيريوم والت، وبعد كده بيطلب منك رقم محفظه الايثيريوم والت تحطها هنا هو، وتدوس له دن، يبقى تمام. بعد كده انت عايز تجيب رابط الاحاله عشان تروج، تجيب
عملة أكتر بدوس هنا على جيت ريفايل لينك، يديك أدي رابط الإحالة. عاوز تتابع الرصيد بتاعك بدوس على كلمة بلانس بيظهر لك، أو بيديك هنا 14 من العملة دبليو دبليو إس. العملة دي الواحدة بتساوي 1 دولار، يعني الـ14 بـ14 دولار. تمام، نيجي بقى الإيردروبات كده خلصت، لأ في اتنين لسه. الإيردروب ده لو كلنا عارفين عملة هادل نفس الفكرة، أنت مجرد بتخش تسجل بالإيميل بتاعك وبتتابعهم على ال وبتعمل شير على الفيس وشير على التويتر، يبقى انت كده سجلت بتاخد 100 من العملة. اي حد يسجل عن طريقك بتاخد 100 كمان، انا كده في واحد مسجل عن طريقي فانا معايا 200 من العملة. الاير دروب مهم وبرده ايه محدش يستقل بيه. انا كنت عملة هادل كنا في ناس كتير ما سجلتش معايا، والاير دروب صادق وفعلا وصلني العملات. والعملة على فكرة نزلت بالفعل على منصة ايدكس، يعني اللي معاه من عملة هيدل وعاوز يبيعها ممكن يخش دلوقتي على منصة ايدكس ويبيعها. ثانية واحدة اوريكم بس اثبات السحب العملة على المحفظة بتاع عملة هيدل. ده اثباتين سحب، يعني العملة وصلت لها مرتين، مرة 205 و205. تمام، هما سعرهم دلوقتي حوالي تقريبا 80,000 ساتوشي المجموعة دي، بس انا هصبر عليهم شوية لما السعر يرتفع. ولسه الايردروب برضو بتاعهم شغال، انا هحط لكم برضو اللينك بتاعهم من ضمن الايردروبات الموجودة. نرجع تاني الايردروب بتاعنا اللي هو الخاص بعملة اتش اكس ار او. الدروب زي ما قلت لكم سهل، مجرد انت بتسجل بالميل وتيجي تعمل شير على الفيسبوك وشير على تويتر، يبقى انت كده ضمنت الميت عملة بتوعك. نخش على الدروب التاني نفس الفكره، بتخش اول ما بيسجل معاك بيطلب منك الايميل، وبعد بيطلب منك اليوزر بتاعك في التليجرام بس، وبعد كده بتعمل فولو لهم على تويتر وفولو لهم على موقع ويبو، مش شرط موقع ويبو ممكن تتابعهم بس على تويتر. بكده يبقى انت ضمنت ايه النقط، بحيث لما يجي يوزعهم التوزيع بتاعهم هيوزعوا 10 مليون من العملة بتاعتهم اللي هي ARCA هتتوزع على الكل. بكده الدروبات انتهت، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.